لو سمحت ما تبقوش تعملوا التكدس ده تاني. كان في مجموعه الصبح شايفين حد مش الله، وفي مجموعه بكره مش شايفين حد مش الله. ماشي، فبعد اذنكم ما تتكلموش طالما جيتوا، خليها تخلص بقى، بس ما تتكدسوش كده تاني بعد اذنكم، عشان ما يطلعش بس ايه، يطلع مثلا واحد ده يا احمد ده يعد الطلبه ويضربها في ثلاثه. مش هو ده العدد يا محمد يا جماعه خالص. ماشي، ده اكسترين يعني. ماشي، احنا ناخد المين المتوسط. ماشي، طيب اقعد مش قادر اشجعك. خلاص حطيت ايديك، خلاص عشان الحصه تطول وعايزين نتكلم كلام مهم جدا في نص الحصه. خلاص يلا بص يا سيدي، دلوقتي الكريستالين لينس دي اللي هو الموضوع اللي هنبدا فيه، نبدا في الاناتومي بتاعه. يعني اسمها جروس اناتومي ومينيوت اناتومي ومايكروسكوبيك اناتومي. بالنسبه للجروس اناتومي هي عدسه بايكومبلكس كلين شكلها موجوده فين؟ لو نفتكر ان في ناس فعلا مش فاكره العين شكلها ايه فعلا. بص يا ستي، هي قدامها حاجه اسمها بوستيريور تشامبر، وقدام البوستيريور تشامبر حاجه اسمها ايه؟ الايرس. تقدر تقول كده ان الايرس ريستنج على الكريستالين لينس. قدام الايرس في حاجه كان اسمها انتيريور ايه؟ تشامبر. وكان قدام خالص في حاجه اسمها الايه؟ كورنيا. خلي بالك الكورنيا دي تعتبر اوتر كوت، الكورنيا الاوتر كوت اللي هو اوله من قدام كورنيا من ورا حاجه اسمها ايه؟ سكلير. بعد كده الميدل كوت اللي هي ايرس بتغطي حاجه اسمها سيريال ايدي. بعد كده النهايه اسمها ايه؟ الطبقه الداخليه دي اسمها ايه؟ بريتل. العدسه بتاعت العين قدامها ايرس مفصوله عنه بسمول سبيس اسمها بوستيريور تشامبر، ووراها ها؟ وراها ايه؟ وراها فيتريس. وراها فيتريس. طب تمام. العدسه بتاعت العين باي كونفكس بالشكل ده كده. يعني بعد اذنكم اديني موبايل. يعني لو كده قدام وكده ورا، يبقى هي قدام مين راسي عليها من قدام او مريح عليها؟ لايرس. وهي راسي على مين ورا؟ يبقى العدسه دي ممسوكه 360 درجه في جميع الاتجاهات بحاجه اسمها سسبنسوري ايه؟ سسبنسوري ليجامنت. سسبنسوري ليجامنت ماسكه العدسه فيما يدعى ايه؟ اكويتي. الحرف ده اللي ماسك فيه سسبنسوري ليجامنت 360 درجه، الحرف ده اسمه ايه؟ الاكويتي. اسمها سسبنسوري ليجامنت او اسمها سنيول او اسمها سسبنسوري ليجامنت اوكسين، يعني زن ده الراجل، وهي اسمها سنيول او اسمها سسبنسوري ليجامنت. طيب العدسه دي لها شويه حاجات كده جروسلي شكلها العام، يعني مثلا الدايمتر قد ايه بتاعها؟ حوالي 10 مللي. يعني المحيط بتاعها متوسط المحيط بتاعها سواء الديريول او الديستيريول او القطر بتاعها، تمام؟ مش مشكله. رقم السمك بتاعها 5 مللي. يعني ايه السمك بتاعها يا حسام؟ يعني لو خدت نقطه يا سيدي واحد يرد وخلاص، هو فرض عين ولا فرض كفايه؟ فرض كفايه؟ طيب. المهم يا عم السني دلوقتي من منتصف الانتيريور سيرفيس، من منتصف الانتيريور سيرفيس لمنتصف البوستيريور. شايفين بتاعها ده ولا ايه؟ بتاعها كده. بص بتاعها زي ما انت متخيله كده. من منتصف الانتيريور سيرفيس الى منتصف البوستيريور سيرفيس السمك ده التخانه ديت 5 مللي سمكها. يعني لو دي العدسه كده من نص الانتيريور ونص البوستيريور ده يبقى ايه؟ السيكنس 5 مللي. راديوس اوف كيرفيتشر نص قطر التحدي. حد معترض ان العدسه دي لها انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس؟ يعني لو من يمين العيان ده كده ده كده انتيريور وده كده ايه؟ بوستيريور. طب تمام اهي، خلينا ننيمه كده اهو اهو صح كده ولا بيتهيألي؟ لو كملنا الانتيريور ده دايره لاخرها كده هتطلع الدايره دي نص قطرها رقم.
طيب ولو كملنا البوستيريور ده دايره لاخرها تطلع الدايره دي نص قطرها رقم تاني. هتفهم حاجه؟ يعني معنى كده ايه؟ الانتيريور ده جاي من دايره الريديوس بتاعها النط بتاعها النط نص القطر بتاعها قد ايه؟ 10 مللي. ولو كملت البوستيريور ده دايره يطلع الدايره دي الريديوس بتاعها نص القطر بتاعها الريديوس بتاعها النط بتاعها 6 مللي. ماشي؟ للتسهيل دايمتها كل المحيط بتاعها او القطر بتاعها حوالي كام؟ 10 السمت 5 ريديوس الانتيريور 10 تاني تمام؟ بوستيريور قولي 5 قولي 5 لو عايز تسهل يعني قول 5 عشان تبقى كده يا احمد 10 5 10 ايه؟ 5. هسأل سؤال غبي جدا هو معنى كده ان مين مور كيرف البوستيريور او مين مور كونفكس؟ مين مور كونفكس البوستيريور ولا الانتيريور؟ خلينا نفكر خلينا نفكر دي دايره اهي يا احمد دي دايره ودي دايره مين النص قطرها اكبر؟ دي صح كده؟ ومين نص قطرها اقل؟ دي. مين مور كونفكس؟ دي صح كده؟ صح انا بتهيألي؟ يبقى مين مور كونفكس؟ الانتيريور اللي هو 10 ولا البوستيريور اللي هو 6؟ البوستيريور 6 واحنا قلنا مجازا يطلع كام يا دكتور صباح؟ 5. في حاجه اسمها ريفراكتيف باور. في حاجه اسمها ريفراكتيف باور. ريفراكتيف باور بتاع عدسه العين 18 وحده قياس العدسات كان اسمه ايه؟ دايوبتر. كويس جدا مكتوب كده بالمذكره 18 وفي الكتاب دي 18 دي دي ديت اللي هي دايوبتر اللي هو وحده قياس اي عدسه سواء عدسه بره العين جوه العين. العدسه اللي انا لابسها دي 4 دايوبتر واخد بالك كده يعني. طب تمام الغريبه جدا في الموضوع ان بيقول لك ان عدسه العين دي لو خرجت بره العين يصبح قوتها 70. ازاي الكلام ده يا عبد الحاج؟ يعني هي جوه العين قوتها 18 بره العين قوتها 70؟ ايوه. ليه بقى؟ وهي جوه العين ممسوكه بالسسبنسوري ليجامنت مخليها كونفكس ولا فلات؟ فلات. طب خرجها بره العين انا افترض جدلا ان احنا خرجناها بره العين لسه فلات ولا بقت مور كونفكس كده؟ بقت مور كونفكس. مين العدسه اللي تجمع الاشعه اكتر واقوى؟ المور كونفكس ولا الليس كونفكس؟ المور كونفكس. عشان كده لما تخرج بره العين يبقى 70 دايوبتر عشان اولا اصبحت مور كيرف مور كونفكس خلاص ما عادش في حاجه شدها اتحررت من السسبنسوري ليجن. ثانيا اللي بيحدد قوه اي سيرفس هو معامل الانكسار بتاع الوسطين. مش فاهم حاجه خالص ايه ده؟ الضوء لما بيجي يتنقل خلاص بقى سيبوني الدولة بيجي اتنقل بيتنقل من الاكوس لللينس ودول لو هديكوا ارقام بس عشان ما تهوش الفرق بينهم بسيط جدا يعني مش عشان ما تهيش يعني بس ده 1.33% والعدسه 1.38% قول لك تعال خرجها بره العين قوه الهواء 1 والعدسه 1.38% يعني الفرق اللي كان ضئيل جدا اصبح الفرق ايه؟ كبير. فالشعاع لما يجي يتنقل من الوسط ده اللي هو الاير للعدسه بره العين هتحس بفرق كبير ولا لا؟ هتحس بفرق كبير. طالما حس بفرق كبير ينكسر اكتر ولا لا؟ ينكسر اكتر. فتبقى قوه العدسه دي اكبر ولا لا؟ اكبر. نقول تاني. فكره سؤال يعني. ريفراكتيف باور ريفراكتيف باور ريفراكتيف باور جوه العين قد ايه؟ 18 دايوبتر. مربره العين قد ايه؟ 70 دايوبتر. ليه؟ عشان ايه الرقم الكبير قوي ده؟ اولا عشان خاطر العدسه اصبحت مور كونفكس يمينا اتحررت من السسبنسوري ليجامنت. ثانيا اصبح هناك زي ما مكتوب كده بيج ديفرنس بتوين الاير اند لينس. هذا الديفرنس مور ذان ذا ديفرنس بتوين اكوس اند لينس او لينس اند فيترس. قدامها اكوس وراها ايه؟ فيترس. فخلاص اصبح الفرق كبير. الريفراكتيف اندكس الريفراكتيف اندكس وانا هعيد كلام سبق قلته قبل كده. انا قلت ان الضوء بيبقى ماشي في الهواء سريع جدا 300000 متر في الثانيه سرعه كبيره جدا. لما يجي يتعرض لاي وسط شفاف اي وسط شفاف هو ماشي سريع جدا وخط مستقيم. اول ما يتعرض لوسط شفاف يبدا يبطئ وينكسر. في مشكله كده؟ طيب عشان اعرف الريفراكتيف اندكس بتاع اي وسط لازم اقارن ما بين سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الوسط. ده اللي اسمه ريفراكتيف اندكس معادل الانكسار. هو الضوء في الهواء سريع جدا
نقول واحد صحيح يبقى سرعته في الوسط واحد ولا اقل من واحد؟ اكيد اقل من واحد. مش هو كان ماشي فالوسط الشفاف بطأه وخلاه ينكسر؟ فاكيد في الوسط اقل من واحد، فاكيد دايما الرقم يطلع واحد بوينت حاجه. والتمييز مفيش، لان سرعه لا شك سرعه او عدد سرعه تطلع تطلع مثلا مثلا تطلع مثلا الصوره النرمين الكورنيا دي تطلع مثلا الكورنيا دي واحد كم؟ 1.37% هي في بكره 7.5 في مكان بس خش في مكان لا دلوقتي الريفراكتيف اندكس بتاع اي وسط معامل انكسار الضوء بتاع اي وسط مقارنه ما بين سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الوسط ده. طب تمام، سرعه الضوء في الهواء واحد صحيح، في الوسط اقل من واحد، فالرقم دايما دائما يطلع واحد بوينت كذا. انا غلطت وكنت بسالكم على بتاع الكورني 1.37%، انا غلطان انا غلطان ماشي. بالنسبه لعدسه العين، عدسه العين هنعرف كمان شويه انها متقسمه جزئين، جزء اسمه الكورتكس وجزء اسمه النيوكليوس. جزء اسمه بالعربي اللحاف الكورتكس وجزء اسمه النيوكليوس النواه. واضح ان مين انشف شويه؟ النيوكليوس. مين هيكسر الضوء اكتر؟ النيوكليوس. نيوكليوس 1.42% والكورتكس 1.38%. يعني العدسه جزئين بالنسبه لانكسار الضوء، جزء خارجي اطرى شويه اطرى، اللحاف ده طري زي البلحه من بره لحمه من جوه نوايا طري 1.38% انكسار الضوء بسيط، ومن جوه انشف 1.42%. نفهم من كده بالراحه في رسائل مجازفه ان ديامتر عدسه العين المتوسط كده قد ايه؟ 10 مللي، والثيكنس 5. وبعدين ار 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 ريفراكتيف ريديوس اوف كيرفيتشر بتاع الانتيريور سيرفيس 10، بتاع البوستيريور 5 يا عم ولا 6 مش هيفرق حاجه. طيب وبعدين ريفراكتيف باور جوه العين 18 وبره العين 70. طب والريفراكتيف اندكس بتاعت الكورتكس 1.38% بتاعت النيوكليوس 1.38. ايه اجزاء عدسه العين؟ لو رجعنا للرسمه بتاعت اجزاء عدسه العين دي، ده ايه الرسمه اللي فيها العين بيننا، العين اللي احنا قلنا الحمد لله افتكرناه الحمد لله والشكر لله. هتكتشف الاخر، هتكتشف ان فيه anterior surface posterior surface. ايه الوهم في كده يعني؟ عدسه هي معقدنا هي تباطت من كتر الشرح عليها، لا anterior ولا posterior. ولو عين نايم كده لا anterior ولها ايه
منتصف الانتيريور سيرفيس اسمه الانتيريور بول. هو البول يعني ايه بالعربي؟ القطب. انتيريور بول ده السنتر اوف انتيريور سيرفيس. طب الانتيريور سيرفيس ده مين نايم عليه؟ مين واخد سبورت؟ مين نايم؟ الايرس. وبالتالي منتصف البوستيريور سيرفيس اسمه بوستيريور بول. ان كونتاكت مع مين تحت منه؟ والبوستيريور سيرفيس مور كيرفد مور كونفكس ولا ليس كونفكس زي الانتيريور؟ مور كونفكس. مش احنا قبل ما حضرتك تجيبه قلنا ان الراديوس بتاع البوستيريور 5 مللي وبتاع الانتيريور 10 ولا بتاع البوستيريور 6 والانتيريور 10؟ خدت بالك؟ في كل الاحوال البوستيريور مور ايه؟ مور كونفكس. يبقى رقم واحد الانتيريور سيرفيس ومنتصفه يقطع ما تخسروش بالطب. والبوستيريور سيرفيس ومنتصفه يدعى في حاجه اسمها السيكلس. واكبر مسافه من الانتيريور بول والبوستيريور بول اسمه السيكلس او بين قوسين الاكسس. بيطلع كام مللي؟ انا لسه قايل 5 مللي. ثم في بقى يدعى الايكويتور. بصي هي بتاع دي كده اهي. المفروض كل الاحبال دي طالعه 360 درجه، السنون دي 360 درجه عشان تمسك الكريستاين لينس في مكانها، ويبقى كده قدامه كده ايه وكده ورا، او ينام على راسه كده وتمسكها دايما يدور في مكان. هي هي، ما هو انا كده ولما نمت بقيت كده، صح ولا الاختراع ده؟ ماشي. يبقى كده انتيريور كده ايه البتاع ده، الحرف ده، الحرف ده اسمه ايه اللي دايما يدور ده اللي ماسك بيس اوف لينسر ليجامنت ده اسمه ايه؟ اكويتور. اكويتور حرفه ازاي العكس ده؟ انا كده وبصص قدامي اهو، انا هنام اهو، هنام اهو. لا لا ده دي ما فيش كامل كيرف، دي قد بعضها، هم مصنعينها غلط. كده انتيريور وكده بوستيريور، دي متصنعه مش مظبوط يعني، مش خلط ربنا بالظبط. خلاص احنا كده اهو، اهو انا اهو اهو اهو، وهنام هبقى كده. صعبه دي؟ طب لما اجي اقسمها كده اهو، بصي خلاص بقى اهو كده ايه؟ انتيريور كده ايه؟ ما في الاكويتور هو الحته دي، المفروض الحته دي كده، بس هو طبعا ما يبانش في المقطع، هو المفروض داير ما يدور كده، صح؟ مستحيله دي ولا ايه؟ ما يجزع على 70 بقى. انتيريور منتصفه انتيريور بول، بوستيريور منتصفه بوستيريور، اكسس المسافه بين مين ومين؟ حوالي قد ايه؟ ثم الاكويتور اللي ماسك فيه مين؟ سسبنسر. ده كله جروس. طب تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب عدسه العين عباره عن ثلاث اجزاء رئيسيه. تحت الميكروسكوب دكتور عادل جاب، هو سؤال مهم ومشهور بتاع الاناتومي في الكريستال لينس، جاب السنه اللي فاتت بس من نيوت اناتومي حته صغيره. دلوقتي العدسه لها كبسول اهو، خلاص العدسه لها كبسول. الكبسول ده هو كاتب كده، الراجل كاتب ده نون سيلولار ستراكشر، حاجات نون سيلولار كبسول، وكاتب ان هذا الكبسول نوت يونيفورم ان سيكنس، يعني غير متساوي في السمك بتاعه، بحيث ان هو ارفع ما يمكن سينس بوستيريورلي وادخل ما يمكن عند الاكويتور. ايوه هو لازم الكبسول يبقى ادخل ما يمكن عند الاكويتور عشان مين هيمسك فيه هنا؟ تمام خلاص لذيذ. تحت الكبسول ده مصطفى في بسيليا، بس الغريبة ان البسيليا موجود انتيريور واكواتوري، انتيريور وايه؟ واكواتوري، ومش موجود بوستيريور. وهو البسيليا من الاكواتوريا ابن اللذينة ده اللي بيفرز الكبسول، وهو البسيليا من الاكواتوريا ابن اللذينة ده اللي بيفرز التركيبة التالتة اللي اسمها لينس فايبرز. مش فاهم حاجة. ما هي مكونات عدسة العين تحت الميكروسكوب؟ واحد كبسول، اثنين ابيسيليم سب كبسولار ابيسيليم، ثلاثة لينس فايبرز. طيب المعلومة الأولى عن الكبسول إن هو نون سيلولار، هذا نون سيلولار. مين اللي أفرزه؟ سكريت باي إكواتوريال ابيسيليم، إكواتوريال عند الإكويتور. السيكنس يونيفورم؟ بلل يونيفورم؟ رد عليا، ما تضيعوش، ما تضيعوش. ادخل ما يمكن سكست فين؟ عند الاكويت، اربع ما يمكن بوستيريور. جميل. طب السب كابسولار ابيسيليم عليه معلومه مهمه جدا، انه موجود انتيريور اكواتوريا وغير موجود بوستيريور، وهو الاكواتوريا اللي هي بعد كده هيفرز الكبسول، وهو اللي هيفرز الاكس ايه؟ فايبر.
هي معلومه على البيئه بس كده. هنيجي بعد شويه نقول ان الناس اللي بيجي لها ميه بيضاء عدامه في العقل سليم، بالذات ميه بيضاء كومبليكيتد يعني نتيجه مرض في عينيهم او في جسمهم، اكتر مكان يجي لهم الميه البيضاء من عدامه بوستيريور. اشمعنى بوستيريور؟ اصل بوستيريور انت لو توكسين اسهل لك تخش العدسه دي من ورا ولا من قدام؟ من ورا عشان الكبسول سن ومفيش فيه كبسين. فهمت ازاي؟ يبقى هنحتاج المعلومه دي بعد كده، هنحتاجها بعد كده. كبسول رفيع ورا ومفيش ورا ابسين. ماذا عن اللينس فايبر؟ خلي بالك بقى خالص، الثلاث دقايق دول من عمر الحصه هيفرقوا معانا في فهم الفصل كله. اولا اللينس فايبرز دي تمثل المين بالك اوف كريستالاين لينس، يعني هي بقى دي معظم الكريستالاين لينس. اللينس فايبرز دي عباره عن بروتينات، والبروتينات دي نايمه في ماتريكس ميه ماتريكس. الماتريكس والبروتينات لهم نفس ريفراكتيف اندكس، بحيث الضوء هو معدي يتلخبط ولا يحس انه ماشي بنفس الحاجه؟ ماشي بنفس الحاجه. عشان توصل لدماغ التركيب اللينس فايبرز، تخيل انت بتتكلمي عن بصله. جميل البصل ده، جميل البصل ده عباره عن كده طبقه وتشيلها تطلع تحت منها طبقه وتشيلها تطلع تحت منها طبقه وتشيلها تطلع تحت منها صح كده، وطبقه وطبقه طبقه بالظبط كده. عشان كده كاتب الراجل ان سيب بس سيب بس الكتاب خليكي معايا بس سيب الكتاب مذكره. كاتب ان بص كاتب كده، كاتب ان اللينس فايبر عباره عن ارينج ان كونسنتريك لير. كاتب من اللينس فايبر كونسنتريكالي ارينجي. كاتب من اللينس فايبر كونسنتريكالي ارينجي دي يعني ايه؟ طبقه من جوه طبقه من جوه طبقه من جوه طبقه. جميل، خد بالك بقى لما جم ركزوا كده على العدسه بتاعت العين لقوها تتميز الى جزئين، جزء خارجي اسمه كورتكس وجزء داخلي اسمه ايه؟ نيوكليوس. بالراحه بقى خالص خالص خالص، الحقيقه ان الفيلم بتاع الكورتكس والنيوكليوس ده كان ايه؟ يعني فيلم كورتكس والنيوكليوس ده كان ايه؟ الايكواتوريال فايبرز اللي بتكبر بتنها تكبر طول العمر، كل ما تكبر شويه في العمر يعني تموت وتترمي على اي لينس فايبرز بره، بعدين بعد شويه تانيين يترمي بره تاني، بعد شويه تانيين يترمي بره تاني، بعد شويه تانيين يترمي بره. الله، كل ما يترمي ناس بره لينس فايبرز بره، يبقى اللينس فايبرز دي ما هي الا ايكواتوريال سيلز مات. العدسه اهي، العدسه خلاص ده الايكويتور صح؟ بنبدا من الايكويتور كده، يعني من الخارج اوت ولا من ان؟ من السنتر بتاعها ولا من البريفري بتاعها؟ من البريفري. طيب طول العمر اللي كانت الكارت بتاعتها انا دلوقتي اهو كون لي فايبرز بره، ضغط الناس اللي جوه، بعد شويه كمان كون ناس بره ضغطوا اللي كانوا بره وخلوهم جوه شويه. العضو الوحيد الذي يظل ينمو طول العمر هو الليز، ومع تقدم السن كل ما تتحط بره نيو فايبرز بتضغط على الاولدر وان فيضغط عليها، فتخلي الميه اللي بينها وبين بعضها كتير. احنا قاعدين متزاحمين اهو، مفيش اي ساحه بين حد والتاني، لو في 50 60 واحد مش موجودين كنا هناخد راحتنا صح كده. كل ما تكون فايبرز جديده كل ما تخلي الفايبرز اللي في السنتر مور دنس مور سكليروزد. طلعت من النيوكليوس والكورتكس حاجه واحده، ايه ده؟ بس الفكره ان النيوكليوس موقعها فين؟ في السنتر، فمضغوطه وكميه الميه اللي بينها وبين بعضها ايه؟ قليله. طب اسمع الجمل اللي كاتبها الكتاب عشان تعرف ان الله حق. كاتب الكتاب ان الكورتكس هو عباره عن نيولي فورمد فايبرز، نيولي فورمد فايبرز وتشليد ليد يعني اتحط اوتسايد، ليد اوتسايد يعني بره، تو كومبريس عشان تضغط السنترال فايبر. شوفي كاتب ايه عن النيوكليوس؟ لا لا وايه؟ كاتب الكتاب والمذكره عن النيوكليوس الاتي، كاتب ان النيوكليوس عباره عن الكومبريسد سنترال كورتكس. يعني ايوه، هو قصده يقول لك دي كومبريس سنترال فايبرز.
لان كانت من فتره كورتكس وقعدت تنضغط تنضغط لحد ما ربنا كتب عليها انها تبقى ايه تبقى نيوك. وافهم من كده ان عرس ابني انا ابني انا عنده 7 سنين ولا 8 سنين طريه ولا ناشفه طريه وعدت انا ناشفه شويه وعدت ابويا انشف وعرس الجدتي انشف وانشف وانشف لان كل ما السن يتقدم كل ما تتزنق الفايبرز وتنضغط النيوكلياس اكتر واكتر وتبقى النيوكلياس انشف وانشف. ولما درسوا هذا الكلام مع التدقيق العلم بيقدم ولما درسوا هذا الكلام مع التدقيق يا باشا مهندس اكتشفوا ان النيوكلياس دي نفسها مش حاجه واحده. لقوا ان في نيوكلياس صغنطوطه خالص جوه بره منها نيوكلياس اكبر بره منها نيوكلياس اكبر بره منها نيوكلياس اكبر. اما اللي جوه خالص دي امبريونيك واللي بره فيتال واللي بره انفانتايل واللي بره ادم. يعني انت اول ما اتولدت كان عندك امبريونيك و فيتال. كبرت شويه بقيت انفانت ولا بقيت انفانت بقينا في انفانتايل. عندكم دلوقتي كلكم ايه ادم. والادم دي والادم دي هتدناها بحجمها وبنشفيتها وجموديتها طول العمر ولا هتزيد؟ ما تزيد. كل ما تكبر في السن كل ما الادم في نيوكلياس تزيد وتبقى انشف وانشف. الكلام ده يدخلنا كمان شويه لو خلينا نحلق كل المسلسل. الكلام ده يدخلنا على فيلم دلوقتي كبير. احنا الموضوع اللي هنقعد ندرسه دكتوره صباح ما نضيع فيه عمرنا كله هو موضوع اعتمد على عدسه العين الكاتاركت. هنقول كلمتين مفيش غير. هنقول في ميه بيضاء بتحصل في العيال الصغيره وميه بيضاء بتحصل في الناس الكبار. اللي بتحصل في الصغيره سوفت هنسميها يا احمد كمان شويه سوفت كاتاركت لانها طريه ولا ناشفه؟ محتاجة ان انت تعمل شغل جامد عشان تشيل العتامة ولا تشفطها بس كده مش تشفطها ببقى تشفطها بقال. لكن لو جالك واحد عنده 70 سنة العدسة لسه طرية ولا ناشفة؟ ناشفة. هتعمل تشفطها ولا هتضطر تعمل تدخلات بقى وحاجات كده عشان تطلعها؟ عايزة بقى ايه معفرة معاها خد بالك قصدي ايه؟ هو ده الفيلم اللي احنا شرحناه عشان نفهم. في حاجة دي حاجة مش هتفهموها خالص فاحنا نشوف البتاع ده احسن. يلا يلا تعالي تتكلم انت وهو ينقص كلام عندي مشكلة كبيرة جدا كل ما زعل ابني ما بقدرش امسك نفسي وبطش كده الواد اتعود على كده بس والله ما بتقلق ما بسمعش سيقول لي ايه الواد ايه الواد ايه الواد ايه الواد ايه الواد ايه الواد ايه ام الدين الفايبرز بتاع عدسه العين بتلف من قدام لورا. بص بص يعني كده ايه كده وكده وكده وكده. انت عارف اللي انت شايفاه ده ايه؟ طبقه فايبرايه هي لفه كده واختها كده واختها كلهم في نفس الطبقه نفس قشره البصل اللي تشيليها المفروض تحت منها طبقه وفوق منها طبقه وبره من الكلام ده طبقه. يقول لك ان كل الفايبرات يا عم احمد لما تلف هي مزاج امها كده ربنا خلقها كده تمسك كلها انتيريور في البتاع الموف ده في حاجه موف هنا وبوستيريور في البتاع البينك دي هو حرف الحرف اللي عامله الموف قدام ده ايه؟ واي وورا الموف البينك ده ايه؟ انفيرت واي دي بيسموها سيوتشر او ارتكيوليشن ان الفايبرز دي ماسكه قدام انتروبوستيريور انتيريور في واي وبوستيريور في انفيرتد واي
الولد سالني في راوند من الراوندات مش فاكر السنه اللي فاتت يقول لك فيوتشر يعني العدسه ايه مفصلات الباب بتتحرك مش مفصلات يعني بتتحرك مفصلات يعني مكان ايه التقاء زي فيوتشر بتاعت الايه السكال خدت بالك ايه سموها فيوتشر او ارتكيوليشن كل الفايبر بتاعت الكورتكس مش بتاعت النيوكليس بتاعت الكورتكس ميت اد واي فيوتشر اريك واي عدله انتيريور وانفيرتد واي ايه بوستيريور افتح النور سؤال غبي جدا هي عامل سترعين فاسكولار ولا ايه فاسكولار طب اتغذى منين من الايه هو هتشحك من الايه طيب سؤال غبي جدا هي وظيفه عدسه العين ايه وظيفه عدسه العين يا فوزي ريفراكشن قوتها جوه العين قد ايه 18 الغريبه جدا ان رغم ان اسمها عدسه العين اللي هي قوتها 18 وقوه الكورنيا 42 على كورنيا 42 واللينس 18 بس اللينس لا سيبك من كده بس اللينس فيها ميزه كبيره جدا اللي هي تاني وظيفه الاكوموديشن يعني ايه وانا بص بعيد يا احمد محتاج قوه ضعيفه من عيني لما اجي اقرا محتاج قوه زياده مين اللي غير لي القوه دي الكريستالين لينس في حركه تدعى اكوموديشن حتى الاكوموديشن في الاطفال الصغيرين يقدر يحط كام على 18 يقدر يحط 14 يعني حط على 18 14 فوق 18 يعني قوه لا يستهان بيها خد بالك من الحكايه دي ريفراكشن واحد اثنين اكوموديشن ثلاثه العدسه بتاعت العين لو انها بتمتص الاشعه الضاره او واصله من الشمس الشمس بتبعت لنا انفراريد والترا فايو الكريستال لينس تقدر تمتصهم لان لو وصلوا ممكن يضروا مين الريتم هو العدسه ايه فاسكولار غزه من الاكواس يبقى الميتابوليزم بتاعها ايروبيك الانرجي يعني جايه من ايروبيك ولا انيروبيك انيروبيك فهي فعلا انيروبيك حركه اسمها جلايكوليسيس كان الانيروبيك بيطلع دايما لما وصف الكلام كده شويه زباله وساخه ويست برودكت كده وفري راديكال مش عارف ايه عشان كده ربنا حاطط جوه العدسه كميات مهوله من الجلوتاثيون وفيتامين سي فاكرهم جلوتا صح الحاجات دي كانت في ماده كده اسمها بيولوجي باين ايوه بايو كيمستري الحاجات ديت انتي اوكسيدنت جلوتا سايون والفيتامين سي اسمعي بس اسمعي دلوقتي محدش عارف ليه الناس لما بتعجز العدسه بتبقى معتمه وبيحصل لهم كاتاراك يا دكتوره ندى لكن اكثر نظريه قبولا نوا ديز الناس لما بتعجز بتكبر في السن بيقل عندها مستوى الفيتامين سي والجلوتاثيون فاهم حاجه فتبدا تتجمع جوه العدسه المواد الضاره دي وتخلي اللينس فايبرز بدل ما هي طالعه شفافه وحلوه تطلع ايه معتمه وبيك خدت بالك انا بقول ايه فالكلام ده مهم جدا طب تمام لو جيت نتكلم عن تكوين عدسه العين هي ايه احنا قلنا المين بالك ايه يا دكتوره ندى اللينس فايبرز دي كيميائيا ايه بروتينات 34% بروتينات 65% مية خلاص فضل 1% تريس إلم فاهم حاجة؟ يا مية وخلقنا من الماء كل شيء حي الجسم كل مية العدسة فيها مية وفيها البروتينات و1% كده شوية تريس إلم نقول تاني العدسة دي كومبوزيشن مية 65 بروتينات 34 1% تريس إلم كطاقة ايروبيك ولا انيروبيك؟ انيروبيك طيب وعشان هي انيروبيك لازم ربنا يحط جواها كميات رهيبة من ميت جلوتاثيون وفيتامين الموضوع ده يعني اقول تاني حاجة ولا خلاص الموضوع اللي هنقضي فيه حياتنا اسمه كثرة حد عارف يعني ايه كثرة؟ حد عارف يعني ايه كثرة؟ خلاص دلوقتي هي شرم الشيخ اسمه خطر استحاله يكون اسمه فندق ماي البيض
فنادق مشهوره دي فقدرت فقدرت يعني شلال فاكر يحسن لما نطيت في الفجر ولا كده يا الميه فوق الشلال اسمعني والله ساعتها كده الميه فوق الشلال صافيه وشفافه ولما بتنزل على الشلال وتنحدر كده بص لونها بيبقى عامل ازاي ابيض عشان كده فترك دي شلال بس مش معناها كده معناها اوباسيتي اوف كريستالين لينز اصبح لونها ابيض بدل ما كانت شفافه فترك اوباسيفيكيشن اوف كريستالين لينز اور اتس كابسول 100% ولا فاكر جمعيه السؤال سؤال ليه بيحصل عدامه في عدسه العين الاجابه مش عارفين ليش عارفين هذا قضاء الله والله لو مش عارفين يبقى افتي سيرز هتسمع سيرز بقى غبية جدا فأنا مش كاتب في المذكرة غير الحاجة العقلة بعد كده انت بقر براحتك أنا أقول لك كلهم مش فارقة كتير يأخر النظرية مقبولة سيري اسمها سيري اوف لوكال ديستربنس يا إما ميتابوليك يا إما كيميكال ركز بقى ميتابوليك ديستيرب اللي انا لسه قايل اللي انا لسه قايل ان في نقص في مين بقى مين بقى جلوتاثيون وفيتامين سي وفي نظريه يقول لك كيميكال مش احنا قلنا ان العدسه دي جواها يا ميه يا بروتين في لخبطه في الميه والبروتين بحيث ان البروتين بدل ما كان سوليوبل زائد شفاف اصبح ان سوليوبل غير زائد غير شفاف هتفهم حاجه بس واحنا احنا ماسكين في ايدينا الباثولوجينيسيس باثولوجي ماسكينه احنا ماسكينه قافشينه في ايدينا وفاهمينه كويس يعني يقول لك احنا فاهمين او عارفين ان ده حصل لكن مش فاهمين ليه مش كده الناس مدت في الاستاد طب ليه طب نور مش عارف ايه الكلام اللي هو خضوا اي حاجه من الحاجات دي تمام مش بتوع مصعيد مضروب كل دول مش بتوع مصعيد كده يعني فاهم ازاي اللي كانوا جايين من المحافظات القديمه من العرب كده يعني هو كده متخض والله هو كده انت عارفه اللي حصل كده مش فاهم ليه احنا عارفين كويس جدا ان البروتين زي ما انا لسه قايل من سوليوبل الى ام سوليوبل دي مرحله متاخره قبليها مرحله الميه بتزيد يعني معنى كده الكاتراكت باثولوجيكالي هايدريشن الاول الميه بتزيد جوه العدسه ودي مرحله الى حد ما يتلوها مرحله الكواجيوليشن يا دكتوره نهاد ودينا كيوريشن اوف لينس بروتين يعني اللينس بروتين تبقى كواجيوليتد قد دينا كيوريتد يعني تبقى سوليوبل ولا ان سوليوبل لينس ليه مش عارفين غبي وحيد بقى الغلل اللي مش لاقي بالمذكره ما فاضيين لا ده مهبل كده اول نظريه بقول لك بيولوجيكال ليه بسبب السيلينيتي السيل طب يا عم في سنه ما جالوش ميه في ليه يعني هو كل اللي هيكبر لازم يبقى لا يبقى دي اشتغال ثاني نظريه فانكشنال يقول لك من كتر استعمال الاكوموديشن يا سلام على كده كلكم هيجي لكم كتره صح اقل واحد مش هكلم مثلا الدفعه الغريبه دي مثلا لو قلت الواحد انا كنت بذاكر ساعتين وبطلع الاول بيقول لي بس مش في الدفعه دي تمام ماشي والله يعني ايه النظريه دي ايه النظريه دي اميولوجيكال حاجه في جهاز المناعه ايه اللي في جهاز المناعه مش عارف ايه يا عم ده عم بتبرد بعدين سيري اوف لوكال ديستربنس اللي انا لسه قايلها دي سيري اوف لوكال ديستربنس اللي انا لسه قايلها دي اللي هي الجلوتاثيون والفيتامين سي وتغير البروتين من زائد الى غير زائد واخر حاجه حاجات ميتابوليك ميتابوليك ازاي يعني لقوا ان في امراض في الجسم في جهاز الاندوكرينولوجي تعمل كتره زي الدايابيتس مثلا لو عايز يعني تعرفيه بس هم مش مهمين هم عاملين كلمه فيلم لو احنا يعني بالصحه العامه فانكشنال ايميولوجيك لوكال ميتابوليك ماشي فوكك 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 ايه سبب الكتره يا دكتوره ايه الله اعلم محدش عارف بالظبط بالظبط محدش عارف نحن نعرف ما يحدث جيدا هو الباثوجينيز لكن لا نعرف لماذا اوكي اللي احنا عايزين نتكلم عنه بقى وعشان يبقى مدخل كويس لموضوعنا
هو ما هو الكلاسيفيكيشن وانواع الكثره. الكثره بتلو ايديولوجيكال كلاسيفيكيشن حسب السبب وله سيرجيكال كلاسيفيكيشن. خلاص اصبح الكلام ايديولوجيكالي الكثره يا كونجينيتال يا اكوايرد. كونجينيتال يعني ولد مولود مظلوب كده او بعد الولاده بشويه بعتامه في عدسه العين. طب واكواير حاجه من ثلاثه، يا سنايل فوق سن ال 50، يا تروماتيك بسبب خبطه، يا كومبليكيتد مرض افضى الى كثر. افهم حاجه؟ يبقى ايه هو الايديولوجيكال كلاسيفيكيشن؟ يا كونجينيتال يا اكواير. طب وايه اكواير؟ يا سنايل يا تروماتيك يا كومبليكيتد. يا شيخ فوق ثاني بقى الكلام، انا يهمني وانا داخل اعمل العمليه مش انا هشيل العتامه دي واحط بدلها عدسه يشوف بيها، هشيل العدسه المعتمه واحط عدسه كويسه يشوف بيها. لما اجي اشيل العدسه قدام احتمال من اثنين مالهمش دور، يا تكون يا تكون، يا تكون سوفت يا تكون هارد. وانا قلت ايه غير كده بقى؟ يا سوفت يا هارد. سوفت سن كبير ولا صغير؟ اقل من 25 سنه، وده يصح يكون كونجينيتال او سمايل. ثانيه واحده، الايتيولوجي بيقول يا كونجينيتال يا اكواير، والاكواير يا سمايل يا تروماتيك يا كومبليكيت. السوفت اللي هو الطريفه اكيد كونجينيتال، اكيد ده اقل من 25. سمايل تروماتيك او كومبليكيت تنفع لو الخبطه او المرض قبل سن 25. ده كلام مفهوم عنه. طب امال الهارد فوق سن 25 تنفع كونجينيتال؟ لا، لكن تنفع اكيد مين؟ او تروما او مرض فوق سن 25. مين الاسهل للجراح؟ السفر. هعمل له اسبيريشن، هنعمل له عمليه اسمها الشفط فاشفطه. ايوه والله، بس مش بالشريمون، عندنا اله بنشفطه بيها. والله صحيح عندنا اله بنشفطه بيها، لكن النهارده هينفع اشفطه؟ لا، احتاج تدخلكم. هناخد ريست نتكلم فيه شويه. لا خلاص مش عايز. لا 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 مش انت اللي بتتكلم يا ده كلكم، ده كلكم ايه؟ الكاميرات ثلاث وظيفه مش غيرها. ماشي؟ انا فتحت عياده شارع سعد زغلول لا اعرف بعد ما سرق لا والله مش بهزر، يعني حرام القعده اللي احنا قاعدينها دي، والصبح كان في مثلا 15 ولا 20 طالب، والواد ده عمال ماسك الكالكوليتر بيعد الطلبه ويضربهم في الكلام. يعني سبب 50 طالب عشان تبقى فاهم. طب يلا يا عم بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اسمع يا عم، يلا والله العظيم عليها صوت يا عم، والله عليها صوت يا عم. انا كنت جايبها بس كان ربنا يعني لسه ما فتحش عليا، لو كنت جايبها على قصه 7 سنين مستخسر اكيشني يا الله. والله ده جاب والله ده جاب والله يا عم. خلاص يا دكتوري، خلاص انا ثلاثة ده كويس. دول الكاتراكت اول السنه صح؟ ماشي يلا عاوز بقى مش يلا دلوقتي احنا عندنا ثلاث مواضيع، كونجنتال كاتراكت، سينايل كاتراكت، وفي بعد كده كومبليكيتد والتروماتيك، اهم من بعض، كله اهم من كله. يعني ايه كونجنتال كاتراكت؟ مهم خالص. كونجنتال كاتراكت معناه اوباسيتي اوف كريستالاين لينز او اتس كبسول، بس شوفي بقى ديتنج سنسيبلز او شورتلي افتر بيرث. يعني ايه بقى يا عم الحاج؟
يعني مش لازم الولد اللي عنده الميه البيضاء يبقى لسه مولود، ممكن يبقى عنده 3 سنين 5 سنين 4. كلمة كونجينيتال دي لغويا تشترط انه يكون ات بيرث، وطالما مش كل الحالات ات بيرث اذا حقا وصدقا نسميه ديفلوبمنتال كتر. اوعى تفاجئ في الامتحان اللي بيقول لك ديسكاس ديفلوبمنتال كتر، ما تخضيش. ديفلوبمنتال ده الاسم الصح او الاصح بتاع ايه؟ كونجينيتال كتر، لان ليس كل الحالات ات بيرث. ليه ولد لسه جاي الدنيا بدون ما يرتكب خطايا في حياته وجاله كتر؟ يا هيريديتري حاجه وراثيه، يا بلاسينتال هيموريج حاطين على الاتش هون حاجه هيريديتري وراثه، وده الكومنست كوز يعني ابوه كده خاله كده عمه كده، يا حاجه بلاسينتال هيموريج. وما يحصل نزيف من البلاسينتا يبقى كميه النيوتريانت اللي واصله للعين وواصله لللينس قليله، فاللينس الميتابوليزم يتلخبط، وبدل ما يصنع فايبرز كلير يصنع فايبرز بيك. يا اما الام هي المتهم ماتيرنال انفكشن او ماتيرنال مال نيوتريشن، ماتيرنال انفكشن كلكم عارفينه بقى من الواقع دراستكم من الصحه العامه، في حاجه اسمها الجيرمان ميزلز او اسمها الروبيل. طب خلاص من واقع المعلومات العامه، انفكشن بالحصبه الالماني ده في الفيرست تريمستر بيعمل حاجات كتيره جدا في الولد، ايش مش عارف كاردياك انوماليز، مش عارف يعمل في العين، يعمل بلاوي كتيره جدا. من ضمن البلاوي اللي يعملها في العين كاتاركت، من ضمن البلاوي اللي يعملها في العين كاتاركت، روبيلا، جيرمان ميسل، حصبة الألماني، أو ماتيرنال مال نيوتريشن. هنعرف دلوقتي إن نقص فيتامين د، نقص فيتامين د عند الأم أثناء الحمل يا أحمد يا نصر يؤدي إلى نوع من أنواع الكاتاركت. هنقول الكلام ده دلوقتي، وفيتامين د ده بتاع التحكم في إيه؟ كالسيوم. قالوا لما ينقص الكالسيوم في الدم برضه الميتابوليزم بتاع العرس هيكرره ايه؟ يطلق. يبقى اذا ايه الاسباب؟ اتنين اتش هيريديتري وهيموريج، واتنين ماتيرنال، يا ماتيرنال انفكشن يا ماتيرنال مال نيوتريشن. واشهر سبب ايه؟ هيريدي. هناخد الكلينيكال تايبس النهارده وخلاص، بس ركزوا معايا شويه. الكلينيكال تايبس دي كتير، وعشان ما ندورش فيها يا اخواتي الاعزاء تعالى نعددها، بس تعالى نعددها. لو دي عدسه العين كده هنعدها الاول، سيبك من الكتاب خالص، هتلاقي رسمه في المذكره صفحه 117 ملخصه الانواع دي. لو دي عدسه العين وكده انتيريور وكده بوستيريور، ساعات تتكون العتامه يا احمد يا عبد الله في منتصف الانتيريور سيرفيس. الله هو منتصف الانتيريور سيرفيس ده كان اسمه الانتيريور بول، فيسموا الكاتاركت انتيريور بولر كاتاركت زي الفل. ساعات العدسه العتام تاخد طبقه وطبقه لا، طبقه وطبقه لا، طبقه طبقه وطبقه لا، يبقى اسمها لاميلر. ايوه مش احنا قلنا بصله؟ طبقه من البصله معتمه وطبقه من البصله كلير، طبقه من البصله معتمه وطبقه كلير، خدت بالك ازاي؟ طبقه وطبقه لا، سموها لاميلر او زونيولر، زون كلير وزون لا، زونيولر. ساعات العتامة تبقى في البوستيريور بول، الله فنسميها بوستيريور بول الكتر. ساعات العتامة تبقى واخدة العدسة كلها كلها بيضة فيسموها توتال، ولما دوروا كويس لقوا سبب الكلام ده روبيلا. فاهم الكلام ده؟ لسه في نوعين كمان. نوع العتامة عبارة عن نقط، نقط هي نقط يعني ايه؟ دوت، نقط يعني دوت او بنكتين، بنكتين بنكتين يعني نقط، بس النقط دي مش بيضه، بيضه مزرقه شويه. فرقوا دلوقتي اسمها بلو دوت، بلو دوت ابيض منقط كده مدي اللون ده. وفي نوع العتامه على الاطراف وسايبه السمط بيقولوا عليه كروناري. شوف يا التاج يا انت مقصر الجمال العالم في الاخر، في اخر مسابقه نكمل الاخر يعني او نستعد نكمل هتلاقي التاج لسه يا عم، هتلاقي التاج محطوط كده مغطي ايه في الراس، الاطراف ولا السنتر؟ سنتر
ممكن يتهيألك كده. لا لا مغطي الاطراف يا عم الحاج بيغطي الاطراف. عشان كده الكرونري ده معناه العتامه فين؟ في الاطراف ولا في السنتر؟ ها؟ في الاطراف. والسنتر اخباره ايه؟ كلير. كرونري يعني هاجي اخد البريفري ليفنج السنتر. الحمد لله والشكر لله هذه الانواع لو مشيت ورا الحروف الاولانيه بتاعتها هذا بفضل الله هتلاقي عامله كلمه البرت بي سي. تاني كده بالراحه عدد معايا سيبك من الكلام ده وعدد عدد ايه؟ ادي له البول ان ده بي ار ودي حاجه واحده اللي هي الروبين بين قوسين دول امال ايه بي سي؟ عارف بي سي دي بتساوي ايه؟ البول كريسي ما قبل ما قبل الميلاد ما قبل الميلاد كده بس يعني. طيب بي بلو دوت صح وسي كورب. نبدا نشرح كل نوع عرفت احنا بنتكلم في كام؟ هذا المرض ليس مرض واحد ده كذا ايه؟ كذا حاجه مجموعه كلينيكال تايب اللي هي ايه بقى كلينيكال تايب؟ انتيريور بولر لامير لا بالترتيب الله يخليك انتيريور بولر لاميرلر وسيريور بولر روبيلا بين قوسين توتال بلو دوت وكورونر. ايش؟ انتيريور بولر بالراحه بقى عشان نفهم ليه يكون الانتيريور بولر لازم نفهم الامبريولوجي جه ازاي. لازم نفهم الامبريولوجي جه ازاي. الحقيقه ان احنا واحنا في بطن مامتنا كانت الكورنيا والايريس واللينز كلهم حته واحده مش فاهم حاجه خالص. احنا بنرسم الكورنيا دي كده والايريس دي كده واللينز دي كده. الايريس واللينز الكورنيا كانوا لازقين في بعض. ممكن اسال سؤال؟ فكان التقاء اللينس بالكورنيا فين؟ على الاطراف ولا في السنتر؟ طب ما تحسب مش الايرس ده مغطي الاطراف بتاعته معاه مثلا؟ في هنا نافذه في الايرس اسمها اليوبين فاكيد الكونتاكت هنا فين؟ السنتر. يعني كان الكونتاكت ما بين اللينس والكورنيا عند الانتيريور بول في لحظه معينه من الديفلوبمنت بيبدا يحصل سيباريشن لدول واللينس والايرس يبعدوا عشان يتكون هنا ايه؟ انتيريور تشامبر تتملي حاجه اسمها ايه؟ اكوس. لو حصل تاخر في هذا السيبريشن يتكون قطع. انتيرو بولا قطع. انتيرو بولا قطع سببه ديلي فورميشن في انتيرو تشامبر. طالما في ديلي فورميشن يبقى الكونتاكت بتوين الانتيرو بول والكورنيا زاد ولا ما زادش؟ زاد ولو حتى حاجه بسيطه. هذا الكونتاكت يجنن المنطقه بتاعت الانتيرو بول. مش في الميثيليوم هنا في الانتيرو بول يبدا يكون ماس وفي سبندل سيلز كتله من الخلايا دي تجلازيا. هو السبندل سيلز دي طبيعيه ولا غير طبيعيه؟ غير طبيعيه. كتله من السبندل سيلز ودي متوقعه هتطلع كلير ولا اوبيك ان شاء الله يعني اوبيك هو ده اللي يعمل انتيرو بولر ايه؟ اقول كده اقول كده. الحقيقه ان هم كانوا لازقين في بعض ومفروض ينفصلوا اتاخر انفصالهم بس طالما اتاخر انفصالهم حصل كونتاكت اكتر بين الانتيريور بول والكورن وده عمل ماس اوف سبندل سيلز عمل كفر فين؟ في منتصف الانتيريور سيرفيس يعني انتيريور بول. اللذيذ ان لو الكونتاكت اتاخر اكتر الماس تبص لقدام كده يعني تبقى دخلت جوه الانتيريور ايه؟ تشمبر شبه البيراميد. لها تشبيه نسبي زي اللبانه لو لسه في الحيط لازقه بقى كتير تيجي تشديها بيجرى لها ايه؟ بتمط صح؟ هما كونتاكت بقى لهم فتره فعشان ينفصلوا كده العتمه بيجرى لها ايه؟ بتمط. يعني البيراميدال ده نوع جديد؟ لا 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 البيراميدال ده ايه؟ سب تايب من مين؟ من انتيريور بول. والبيراميدال ده يديك ايحاء ان الكونتاكت طول قوي ولا طول شويه صغيره؟ طول قوي. خد الانتيريور بول الكفر ده قبل كده او النبي او الله او الله العظيم خدناه في كومبليكيشن للكورنيا الارض. يعني لما اقول لك الانتيريور بولر كاترك اولوز كونجينيتال تقول لي لا 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 يا كونجينيتال يا طب نشرح الاكواير عشان الناس اللي ما كانتش معانا. الحقيقه ان الكورنيا او اتخرمت نتيجه قرحه الله حاجه جميله جدا. الكورنيا اهي ان شاء الله هنخرمها دلوقتي نتيجه قرحه اهي قرحه في النص سنتر سمول فيروح الاكواس هربان ويسحب مين قدام؟ الايريس واللينز. فمين يرد الكورنيا؟ مين يرطها؟ الانتيريور بول. هي
لو مخمخت كده شويه هتلاقي لو مخمخت كده شويه هتلاقي هي هي في الاولاد الصغيرين delayed formation of anterior chamber وفي الكبار هي الانتيريور تشامبر كانت موجوده بس ايه بس اختفت فلزقت مين في مين الانتيريور بول في الكورني صعبه دي اللي جايه صعبه الان بي اللي جايه مهمه جدا جدا في الام سي كيو في الشفوي مهمه جدا الحقيقه ان هم كانوا زمان لما بيدرسوا لنا فيزياء كانوا بيقولوا ان كل عدسه مركز تمر به جميع الاشعه التي تدخل هذه العدسه طب قولوا بقى جميع الاشعه الداخله الى العدسه لازم تمر بمركز العدسه انا خلاص خرجت بره الليله خالص واتكلم حاجه تانية خالص فيزيائيا في مركز اسمه مركز العدسه الشعاع ده جاي كده لازم يمر هنا لازم ده جاي هنا لازم يمر هنا الشعاع ده مش عارف جاي لازم يمر هنا لا مركز العدسه مش كان كده ولا ايه طب تمام هما جم درسوا العين دي العين دي قعدوا يرسوها كده ما هي العين دي مش عدسه واحده العين دي كورنيا على لينس على اكواس مش كده مجموعه عدسات فاكتشفوا ان مركز العين مش المركز الهندسي مش المركز الهندسي المركز البصري كأشعة يعني اللي هو السنتر بتاعها في نقطة هنا في الهو النقطة دي مش في النص هندسيا النقطة دي في النص ايه بصريا ايوه هو ده هو اوبتيكالي بصريا النقطة دي جنب البوستيريور بول بالظبط يعني لولا الملامه يا عماد كنا قلنا البوستيريور ايه بول بس هي جنبه يسمى النقطه دي سره العين نودال بوينت نفهم من كده ان الشعاع اللي هيجي كده لازم يروح يعدي من الحته دي عشان يروح شفوي والشعاع اللي هيعدي كده لازم يروح للده ده كده عشان يعدي كده والشعاع مش عارف يعدي ازاي لازم يروح مش عارف كده كده والشعاع مش كده صح ولا ده ليه اذا لو انا عندي انتيريور بولر كفرك وزغنطوط أسرع مصر ولا لأ؟ طب لو عندي بوستيريور بولر كاتراكت زغنطوط جدا 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 هيأثر جدا 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 قلت ايه؟ طب قلت ايه؟ اللي انا كنت عايز اقوله في الام دي ان الانتيريور انتيريور بولر نوت افكت الفيجن حتى نلاحظ حاجه؟ انتيريور نوت افكت لان هو اواي فروم نودال بوينت حد التبست في دماغه حاجه انا هفهمها دلوقتي الايرس دي مخرومه في النص كورنس ليه لو الانتير بولا الكاتركت ده كان لارج قوي وسجن البيوبل ياثر على المظهر ولا لا ياثر طبعا يعني الكلام اللي انا بقول ده كويس لو كان الحجم ايه سمول لكن لو بلوكشه كبيره مسد المدخل خالص طب ما خلص فهمت حاجه يعني الانتير بولا الكاتركت نوت افكت الفيجن الا اذا كان لارج انف لارج انف او معاه بوستيريور بول وش معزه البوستيريور بولر بيأثر على النظر اصله نير النودال بوينت النقطه اللي لازم تمر منها الاشعه اللي داخل العين لان دي تمثل بالنسبه للعين المركز بتاعها البصريا هذا يا سيدي الانتيريور بولر تاني نوع اسمه مش عايز كلام خالص يعني انتوا جايين متاخرين وعطلتونا وقعدت تكلموا وقعدت تكلموا في موضوع الراوند ومواعيد والكلام ده وعطلتونا خالص لاميلر بص بقى خلاص انا خلصت لاميلر هو الكومونيست هو الاشهر زميلة سببه هيريديتري وراثه من الدوميننت تايب النوع السائد
زبالة. يعني لو أنا عندي ابن جيلو. تاني سبب maternal malnutrition. أو ده النوع يا دكتورة ياسمين اللي بتهمين فيه نقص فيتامين د. الأدلة أدلة إبراهيم على ذلك إن العيال دي اللي عندها لاميلا كاترك عندها ريكتس كساح وأبنورماليتيز في التيس عشان كالسيوم ولا فهمت حاجة؟ الحالة دي لما بتحصل بتحصل بايلاترال أندسيمتريكال. خلي بالك مفيش في الرمض أمراض كتير ده اتعدى على الصوابع مجمعهم في آخر السنة إن شاء الله. أمراض اللي تطلع تحصل بايلاترال سيمتريكال يعني صورة طبق الأصل ده واحد منه ده اكسبشن مش 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 قاعدة يعني زي الفل. العتامة بتأثر على كل العدسة ولا لاميلي أو لاميلي لا؟ يعني إيه بقى لاميلي أو لاميلي لا؟ بص كده بص حسام حسام بصص لي أنا بالنسبة له عتامة اللي ورايا كلير والصبورة عتامة خلاص. يبقى إذا الأوباسيتي أفكتنج سيرتن لاميلي أند ليف أنذر لاميلي إن ذا كورتكس. لكن لما تيجي تبص له من الامام مباشره خلي بالك عشان الحته دي بتلخبطك. الراجل ده هو باصص لي من الامام شايف حاجه من ورا لا يعني انا لو جيت افحصه بالجنب كده هو الراجل العيان اهو باص بالجنب هشوف لاميلي وبيك ولاميلي كريم. لكن لو جاي من قدام هلاقي ايه هلاقي العدسه اهي وفي سنترال اوباسيتي طالع منها رايدرز زوائد. الكلام ده بالجنب ولا من قدام؟ من قدام. والمنظر على بعض فكرهم بمقود السفينة ستيرينج ويل فشيب ومطمع عسلوب سفينة ستيرينج ويل فشيب. صعب الكلام ده؟ طب نشوفه عشان ما ننساهوش نشوفه. يلا انا بصصت من قدام اهو بصصت من قدام بص عدامة في السنتر طالع منها ايه؟ لا مش زيون لا لا واحدة واحدة معلش الرسمة دي الصور دي تفهموا بيها والصور دي عليكم في امتحان الراوند واخر السنة هو ده العمل اللي يقولوا عليه بيبقى ما بين المنظر والشفوي او يوم المنظر او يوم الشفوي زي ما يشوف كل الاسود ده العدسة يا جماعة. العدمة فين؟ في نص العدسة. امال ايه البني ده؟ الايرس موسعينه عشان يشوف مين تحت منه العدسة في ايه؟ في ايه؟ طبعا فالعتامه واخده في سنتر وطالع منها زوايا الرايدرز دي على بعض المنظر اسمه ايه ستيرنج ويل فاشل. لو كنت خدت مقطع يا كابتن كنت هتلاقي لاميلي وبيكو لاميلي ايه كده بوستيريور دولا كاتاراك اتفضلي يا شمعة. ايوه اكسل الام عمرها ما طول الحمل 9 اشهر عندها نقص فيتامين د فقرات عندها نقص فيتامين د ما عندهاش نقص فيتامين د لما يبقى عندها نقص فيتامين د تتكون لاميلي وبيك ولما ربنا يكرمها تتكون لاميلي كليل. هل نفس الطبقه نفس الطبقه بتستعيد كفائتها في نفس الوقت؟ هل نفس الطبقه هي الطبقه نفسها تستعيد كفائتها في نفس الوقت؟ فتطلع طبقه طبقه من الطبقات فيها حته اوبيك والباقي ايه كليل. هو ده اللي يخلي فيه زوايا فاهم حاجه يعني دي طبعا غامقه خالص اهي وفي حتت كده بارزه غامقه برضو دي الحتت الغامقه في الطبقه كويسه لان لم تستعيد كفائتها في نفس التوقيت. طب تمام كان في عم احمد حاجه اسمها بوستيرور بولر كاتر سؤال غبي جدا بوستيرور بولر كاتر افكت الفيجن ولا نوت افكت الفيجن؟ كان ليه بيحصل البوستيرور بولر كاتر خير اللهم اجعله خير وانت في بطن الست الوالده كان عندك ارتري رايح يغذي العدسه بتاعك اندوريولوجيك اسمه هايالويد ارتري. دلوقتي الفيتريس ده نوي اسم لما نصف اليه عايزين نوصفه نقول هايالويد. حد فاهم حاجه؟ حد عارف الهايالويد ديجنريشن ترجمته بالعربي زجاجي زي الازاز. هايالويد هايالويد يعني زجاجي اللي هو الجسم الايه زباك. فده اسمه هايالويد ارت مصيره ايه لما نتولد يا محمد؟ يودان موجود؟ لا طبعا يختفي 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 لو اتبقى منه جزء لازق في العدسه يعمل لي بوستيرور بولر كاتاركت. يعني كان البوستيرور بولر كاتاركت سببه ريمينانت من الهايالويد. خش على اللي بعده روبيلا
والروبيلا دي بتاخد حته وتسيب حته ولا تهدل تهدل سببها انفكشن بالجيرمان ميزلز الاضاده بتخترق البلاسينتا في انو ترايمستر خش على اللي بعده بلو دوت بلو دوت بنك دي فرجهم يا عم فرجهم يلا متعهم بلو دوت زي ما انت شايف اهو بلو دوت اهو نقط بيضة بيضة ولا بيضة مزرقة كده بيضة مزرقة سموه بانك تيل او بلو دوت ساعات البلو دوت ده يتركز ويروح واخد شكل الوار قدام او ياخد شكل الانفيرتد لاين ورا الله 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 فين بقى الواي في السيوتشر في السيوتشر يعني كان السيوتشر الكاتاراك نوع من انواع مين البلو دوت او التاني بس من فضل الله من فضل الله ان النقط الزرقاء دي بتبقى مطوره وسايبه منها مساحات للرؤيه ما بتاثرش على الفيجن قوي يمكن تلاقي الكلمه دي مكتوبه ان هو دوت افكت الفيجن اخر حاجه كرونري وكرونري العتبه فين بريم افكت الفيجن ولا لا ايه لا على الاطراف بسم الله الرحمن الرحيم خلاص هنجمع المناح عشان نتكلم دلوقتي ايه هي انواع الجينات القدره اللي انتوا عارفينها مش عايز حد يتكلم شويه دول اهم من اللي فات كله انا بساعدكم اهو رقم واحد انتيرير بولر كاترك ده قد يكون كونجينيتال او اكواير انتيرير بولر كاترك تنوت افكت الفيجن الا لو كان لارج لاملا ده سبب هيريديتري او نقص فيتامين دي وده اشهر نوع الكوميدي عباره عن سنترال ديسك شيبد اوباسيتي وطالع منها رايدرز على بعض ستيريو ميلو فاشيب بعد كده بوستيريو بولر بقايا من هيرويد ارتري افكت الفيجن للنير النورمال ايه بولي. بعد كده روبيلا او توتا انفكشن بالجيرمان ميزلز في الفيرست ترايمستر بعد كده في بلو دوت وده ممكن يتركز عند السيوتشر فيبقى ايه سيوتشر اخر حاجه الايه الكوميدي البلو دوت ده بنطق اسمع يا ولد لما بحث لما بشر على البلو دوت ده بيدلي حاجه لازم ما بطلش كان عندنا مريضه جت اسمها صحه معلش طب يا ده فعلا صحه دي حاجه سهله صحه دي ما كانش عندها اي مشكله خالص هي اتجوزت فبدا الظاهر قاعد معاها بيبص في عينيها لقى نقط زرقاء كده قال لها ايه ده انت عندك حاجه بعينيكي قلنا لها والله يا صاحب دي ميه بيضه كده خروقيه من زمان بس يعني مش مقصره على النظر اعمل جزء قال لها لازم تعملي عمليه ما بلاش يا صاحب قول لها لازم نعمل عمليه يا بنت بلاش مش مقصره على النظر المهم يا محمد زي ما انت عارف عمل العمليه وخف عملت العملية ودخلت بيته وصميت الصديد بعد العملية فرق لها عنين ما بلاش يا صح قولنا ما بلاش طبعا جزء اكيد ايه فكر انت بقى يلا تطبيق يا جماعة